الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتكلم على حل مشكلة المثلث الأصفر في جميع نسخ الويندوز. أنا بتعامل مع نسخة 10، إن شاء الله هتلاقي مقربة مع كل النسخ، سواء كانت 10 أو 8 أو أي نسخة تانية. قبل ما أبدأ الشرح، بس تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ الشرح. أول حاجة هتضغط على علامة الواي فاي هنا. طبعا زي ما أنت شايف، أنا كل ما أجي أعمل كونكت مفيش كونكت خالص. طبعا نروح هنا على Network Setting، بعد كده اضغط على علامة التر سي دي واختار Network and Internet، بعد كده هختار Change Adapter Option، اضغط هنا هفتح على الواي فاي. طبعا المشكلة عندي كلها بتبقى في الواي فاي. ماشي، عفوا هخرج تاني، هضغط انا على بروبرتس، هختار بروتوكول هنا اللي هو فيرجن 4، بعد كده اضغط على يوز اي بي ادرس، وهكتب هنا الاي بي اللي انا عاوز اكتبه هنا. هتكتب هنا كده 192.168، تمام، 1، وهتكتب هنا مثلا 3. طبعا هتضغط هنا هيكتب الاي بي بشكل تلقائي. تاني هنا 192.168.1.1، تمام. بعد كده اضغط على اوكي، واضغط هنا اوكي. زي ما انت شايف هنا علامة اللي هي الإشارة اللي لونها أصفر أو علامة التعجب اختفت من هنا تماما. كده أقدر أفتح نعمل كونكت. كده عمل كونكت من غير علامة التعجب، طبعا بطريقة مجربة زي ما أنت شايف قدام عينيك. كده عمل قط الفيديو ولا حاجة. هاجي أفتح النت، جوجل، أضغط إنتر، كده فتح معانا. وبكده شرح انتهى. اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.